واش اخوت السلام عليكم. غادي نبداو هاد السيري هذا وبغيت نشوف التفاعل ديالكم. الا كان التفاعل ديالكم اخوت مزيان في لي لايك والبارطاج غادي نكمل السيري كامل. الا بان لي التفاعل ناقص راه ما غاديش نكملو حيت السيري فيه بزاف ديال الخدمه. قال لك السيد العلماء تنبؤوا بلي نهايه العالم غادي تكون في 2036 بسبب الاوباء اللي كاينه والمناخ، ولكن هاد العلماء الحسابات ديالهم غادي تطلع غلطه حيت نهايه العالم وقعت قبل، وقعت في 2022. هنا غادي تبان هاد البنت هادي وسميتها جاد وكانت في لندن في 2036، وعلى ما كيبان بلي العالم كامل مدمر. جاد غادي تهضر ابل فيديو مع بنتها وراجلها. غادي نعرفوا بلي جاد كاع ما شافت بنتها وراجلها هادي 6 شهور حيت كدير شي تجارب وابحاث، داكشي علاش ما شافتهمش وبعادين عليها. ملي غادي تسالي الهضره معاهم غادي تلبس الحوايج ديال الخدمه ديالها. جاد كانت هزه واحد القنيه، مشات لواحد البلاصه وشدت داك القنيه وجرحتها وخلات الدم يسيل منها. من بعد طلقتها وبقات كتشوف، شعلت واحد الكاميرا وجلست وبقات مراقبه باش تشوف شنو غادي يوقع. وهنايا غادي يتمو خارجين الزومبي، وغادي نعرفوا بلي ملي وقعت نهايه العالم النص ديال البشر كله تحول ولا زومبي. هادوك الزومبي ملي غادي يشمو الريحه ديال الدم اللي كانت في داك القنيه كلهم غادي يبقاو يتقاتلوا عليه باش غادي يشدوه وياكلوه. فهاد اللحظه هادي جات كانت كتسجل وكتقول بلي ما كاين لا تقدم لا حتى شي حاجه. غادي نعرفوا بلي هاد القاطع ديال الزومبي كانت شداهم هي مده ديال 6 شهور هي كتخدم عليهم، كانت كدير عليهم شي تجارب وكانت باغي تردهم بحالهم بحال البشر وما يبقاوش زومبي. وكان باين على هاد الزومبي هادو ما كيفكروش وعمرهم غادي يفكروا. مي فهاد اللحظه هادي غادي يوقع واحد المشكل صغير. هي جات ملي كانت جالسه بغات توقف، اللحظه اللي وقفت غادي تجرح يديها. شنو غادي يوقع هنايا؟ الزومبي غادي يشم الريحه ديال الدم وغادي اتاكيوها. تما غادي كيسبقوا لعندها وحتى هي خافت وتم تهربه حتى قربوا يشدوها. وهي غادي توصل لواحد البلاصه وكتمصوبها، وهذيك البلاصه كانت دايره فيها واحد الفخ. ملي وصلت غادي تخدم داك الفخ ديالها والعافيه غادي تشعل وغادي تحرق داك الزومبي كاملين. جاد غادي تبقى تشوف هاد الزومبي هادو غادي يكون طالع لها الدم. فعلا الزومبيين كلهم ماتوا والخدمه ديالها اللي كانت كدير كلشي غادي تضرب في الزيرو. دابا خصها تقلب على شي وحده اخرى باش تقدر عليهم الابحاث ديالها. جاد غادي يخرج لها مشكل واحد اخر. هي في هاد اللحظه هادي الارض غادي تبقى تزعزع وغادي تبان واحد الشقه كبيره وغادي يخرج واحد الوحش كبير بزاف. الوحش كان كبير بزاف وداير بحال شي دوده. وهنايا غادي يقصد جاد وغادي يبقى تابع وجاد هاربه. هنايا غادي نعرفوا بلي ما كاينش غير الزومبي وكاين بزاف ديال الوحوش اللي منتشرين في العالم كامل. هنايا غادي نوقفوا شويه وغادي نرجعوا شويه بالزمن اللور وغادي نمشيو للعام 2022. المهم الخوت راه في هذا الفيلم هذا غادي نبقاو نمشيو من جو بزاف زيروا معايا، وبالتحديد 3 شهور قبل نهايه العالم. هنايا غادي تبان جاد هي واختها بيلي وباها البرت غادي يتحولوا لواحد القريه جديده، وهاد القريه هادي نقيه بزاف وفيها بزاف ديال السيكوريتي. القريه صوبتها الشركه اللي خدام فيها بوين جاد. هاد القريه هادي كلشي ابيض بحال اللي مصوبه بالفرماج. المهم تحشمت الحشيكه غير في الارض. غادي يوصلوا للدار وغادي يتلاقاو بالصديقه ديال بوهم. غادي يدخلوا للدار باش يشوفوها كي دايره، وجاد ما كانش عاجبها الحال حيت ما كانت باغا ترحل وكتبغي تبقى في دارهم القديمه. من بعد جاد غادي تخرج وبقات جالسه على برا، وخرجت عندها اختها بيلي بقات جالسه كتهضر معاها. قالت لها حتى انايا ما كنتش باغا نرحل وكنت باغا نبقى في دارنا القديمه، ولكن دابا صافي وقع اللي وقع. بيلي ملي كانت كتهضر مع اختها جاد غادي يبانوا لها واحد الدراري ومشات تتعرف عليهم. بيلي في هاد اللحظه هادي غادي تبان لها واحد الدوده صغيره وهزتها بيديها. هاد الدوده هادي نسخه من داك الدوده اللي خليناها مجريه على اختها جاد، غير هنايا هاد الدوده هادي كانت مازال صغيره، مازال ما كبرت وشبعت كرشها. غادي نعرفوا بلي هاد الكائنات هادو كانوا قبل. من بعد نهايه العالم كبروا ولاو طواكل. دابا عاوتاني غادي نرجعوا للوقت الحالي لعند جاد. المهم الخوت لا كنا نسينا شي واحد من مورانا جيبوه معاكم. غادي تبان داك الدوده العملاقه مازال مجريه على جاد وباغي تشدها. جاد غادي تدخل لواحد البلايصه وغادي تخبع، ولكن داك الدوده غادي تشدها هزتها وكانت غادي تاكلها. اللحظه اللي بغات تقصيها غادي تمو جايين واحد ثلاثه وكانوا هازين سلاح وبقاو كيتيروا على الدوده هادي حتى غادي يقتلوها. ملي غادي يقتلوها غادي يمشيو عند جاد باش غادي يشوفوا مالها. ملي غادي يوصلوا عندها قهوه سخفت، واحد فيهم غادي يمشي يشوف لها يديها وغادي يلقى عندها واحد الوشمه. بهذيك الوشمه اللي عندها في يديها غادي يعرفوا بلي جاد ناجيه من نهايه العالم، يعني كانت عايشه وموجوده قبل ما توقع نهايه العالم ومازال عايشه حاليا. المهم غادي يشوفوا كيفاش غادي يديروا يديوها باش يداويوها. وقبل ما غادي يديوها عاوتاني غادي يرجعوا للماضي شويه. البرت غادي يكون جالس هو وبنته بيلي وغادي ياخذ معنده واحد العينه ديال الدم، كيدير على داك الدم فحوصات طبيه باش كيتاكد بلي بناتو مزيان. وملي غادي يكون خارج غادي ياخذ مع عند جاد حتى هي واحد شويه ديال الدم. ديما كيدم عند بناتو الدم وكيدير عليه فحوصات طبيه، ولكن هاد المره هادي لا، هاد المره غادي ياخذ الدم وغادي يضربو في العنق ديالو. علاش كيدير هكا؟ غادي نعرفو هادشي هذا من بعد. جاد وبيلي غادي يكون عندهم اول نهار في المدرسه ديالهم الجديده. بيلي بقات كتقلب على شي بلاصه خاويه حتى غادي تلقى واحد البلاصه ومشات تجلس فيها. بيلي واختها جات توام وامهم غير ولدتهم مشات بحالاتها. هنايا بيلي ملي كانت جالسه وكتاكل غادي تجي عندها واحد الوحده وتناشبت معاها وغادي تشبكها هي وياها. غادي تجي الاستاذه وغادي تفرقهم. فهاد اللحظه هادي غادي يبان بوها البرت كان كيتفرج في التلفازه، كان كيشوف واحد الاعلان كديرو الشركه اللي خدام فيها هو. كانوا كيهضروا على واحد الدواء وهاد الدواء هذا سميتو جوي. الشركه اللي خدام فيها صاحبنا البرت سميتها امبريلا، وهاد الدواء هذا اللي كيهضروا عليه حتى هو خدم فيه. وهاد الشركه هادي متحكمه ومسيطره على كلشي. البرت غادي يتواصل مع شي وحدين في الشركه غادي يقول لهم بلي راني تفرجت الاعلان وما عجبنيش الحال، وهكا راكم كتضحكوا على عباد الله. هاد الدواء هذا ما كيداويش داك الامراض اللي نتوما قلتوه كامله. قال لهم هكا غادي نسموا بلي كنضحكوا على عباد الله. وملي كان جالس كيهضر معاهم فهاد اللحظه هادي بناتو غادي يدخلوا كنطالع لهم الدم. بيلي غادي تطلع نيشان البيت ديالها
جات غادي تجي عند بوها وكان طالع لها الدم وبقات كدور فيه، وقالت له ملي كانت بيلي كدابس صونيت عليك بزاف ديال المرات في التليفون وما جاوبتيش. من بعد طلعت عند اختها وبقات كتكلمي فيها. من خلال الهضره ديالهم غادي نعرفوا بيلي عندها بزاف ديال المشاكل النفسيه، وسيختها ما كتعرفش كيفاش دير تواصل مع الناس، على عكس اختها جاد اللي في البلاصه كتحشي راسها وكدير بلاصه في اي بلاصه مشات. بيلي اي مدرسه كتمشي تقرا فيها كيوقع لها نفس المشكل. غادي نرجعوا عاوتاني للوقت الحاضر وغادي نشوفوا بلي جاد ضربتها رفيقه من بعد ملي كانت باغات تاكل هذاك الدوده ونقدوا هذاك ثلاثه ديال الدراري. ملي فاقت غادي يجي عندها تخونه بقى كيهضر معاها، وهذا واحد من داك الثلاثه اللي نقدوها. صاحبنا غادي يعرفها على هاد المدينه اللي راهم ساكنين فيها حاليا. قال لها بلي الخدمه ديالو هو كيخرج لذاك المدن اللي كيكونوا مدمرين، كيبقى يقلب على تلفازات وبيسيات وتليفونات، المهم داكشي القديم، وكيبيعوا لذاك الناس اللي لبس عليهم. الناس اللي لبس عليهم كيشدوا داكشي اللي كيبيع لهم هو، وكيعاودوا يدوروه ويخدموه ويخرجوا منه عاوتاني شي حاجه. جاد بقات كتهضر معاه وقالت له خصني نمشي بحالاتي، عندي شي خدمه وخصني ضروري نكملها. صاحبنا قال لا ما غاديش نخليك تمشي، صعيب باش غادي نخليك تخرجي دابا حاليا من هنايا، وغدا في الصباح الا بغيتي تمشي سيري. جاد ما غاديش تقتنع بالهضره ديالو، وقالت وقيلا بلي هاد خونا هذا بغى يبقى شادني هنايا. خونا بقى كيهضر معاه وقال له خصك تعرفي بلي المدينه كامله راه عامره بالزومبي، هادشي علاش ممنوع علينا نخرجوا بالليل. داها لواحد البلاصه عاليه وقال لها جي تشوفي، ولا حلا واحد اللعيبه وضوات، وملي شافت صافي عرفت بلي القضيه برا قاصحه. غادي نرجعوا عاوتاني شويه للماضي وغادي نشوفوا بلي بيلي ملي وقع لها داك المشكل مع ديك البنت اللي دابزتي وياها، اختها جات قالت لها شوفي غادي نمشيو عندها وبغيتك تضربي عليها التعادل، يعني تشديها وتسلخيها بلاصه وهكا غادي تكونوا تعادلتوا بجوج بيكم. وفعلا غادي يمشيو عند داك البنت، ولكن بيلي هنايا عاوتاني غادي تاكل الخليع وبقات كتطلب السماحه من داك البنت. جات اختها تفاجات وما فهمت والو، حنا جبناكي باش تضربيها صدقتي كطلبي منها السماحه، واخا هي اللي ضربات كنتي كطلبي منها السماحه، ولكن عاوتاني داك البنت صلايبه في البلاصه غادي تشد داك الساندويتش اللي كان عندها وغادي تحشيه لها في وجهها. مشات وخلات كلشي كيضحك عليها. من بعد غادي تبان هاد البنت هادي اللي ضربت بيلي كانت جالسه في الطواليت حشاكم حتى غادي يجي شي واحد كان ضرب واحد الماسك وغادي ينزل عليها. طبيعه الحال كلشي غادي يشك في البنت اللي سميتها بيلي حيت هي اللي عندها مشكل معاها. الاستاذه غادي تجي عند بيلي وقالت لها تبعيني، مشات حدا الخزنه ديال بيلي وقالت لها حليها. ملي بيلي غادي تحل الخزنه ديالها غادي يكون داك الماسك كاين تما كاين، وغادي يقول له صافي هي اللي ضرباتها. بيلي غادي تكون جالسه مع المديره وقالت لها بلي هذا الماسك هذا ماشي ديالي وراني ما ضربتهاش، وغادي يكون خونا هذا سميتو ديف بوين داك البنت اللي ضربوها في الطواليت، وغادي يبقى يهدد في بيلي وقال لها ضربتي لي بنتي غادي نصيفطك للحبس. القضيه كبرت شويه والبرت بوين بيلي حتى هو غادي يجي، شاف داك خونا ديف وقال له سمعتك كتهدد بنتي وكتقول بلي راك غادي تصيفطها للحبس. البرت غادي يشوف فيه قال له بغيت نسولك واحد السؤال، بما انك ساكن في هذه المدينه هذه ضروري غادي تكون خدام في الشركه اللي سميتها امبريلا. ديف غادي يقول له راني خدام فعلا في هذه الشركه هذه. البرت غادي يقول له شنو هي المهمه ديالك؟ خونا غادي يقول له انا خدام في الصيانه. البرت غادي يقول له هذه خدمه زوينه بصح. من بعد قال له خصك تعرف بلي هاد الخدمه هادي اللي كدير نتايا كاين مليون واحد يقدر يدير بحالها، ولكن الخدمه اللي كندير انايا ما كاينش شي واحد غادي يقدر يديرها بالتليفون واحد من عندي، غادي نقول للشركه يا اما انا يا اما ديف، في نظرك انت شكون غادي يعزلو؟ غادي يعزلوك نتايا ولا انايا؟ بيان سو غادي يجريو عليك نتايا حيت ما غاديش يلقاو بحالي. ديف غادي يعرف بلي صاحبنا البرت ركيزه كبيره في داك الشركه اللي خدام فيها، ما عنده ما يدير وغادي يبقى يطلب هو السماح، وغادي يقول له المسامح كريم. المديره غادي تنطق وغادي تقول له بنتك خصها تعاقب حيت قينا الماسك عندها. البرت غادي يدور راسه وغادي يشوف بنته بيلي، قال لها داك الماسك ديالك؟ قالت له لا. قال لها انت اللي ضربتي هاد البنت هادي؟ قالت له لا. قال لها صافي راني متيقه كل حفله سالات ويلا نمشيو بحالاتنا. غادي نرجعوا عاوتاني للوقت الحاضر عند جاد، المهم نسينا شي واحد مورانا بحال العاده جيبوه معاكم. جاد كانت جالسه كتهضر مع خونا هذا، واحد شويه غادي يجي صاحبه وقال له مازالو من الساعه وغادي يوصلوا. جاد قالت له شكون هادو اللي غادي يجيو؟ خونا هذا قال لها غادي يجي واحد ما كنحملوش خدام مع الشركه ديال امبريلا، لحقاش هاد الشركه هادي كتقلب على اي واحد ناجي من نهايه العالم، وانت هي اكثر وحده محتاجينها هما حيت كنتي عايشه قبل نهايه العالم ومازال عايشه لدابا، والشركه هذه كتعطي واحد المكافاه لاي واحد غادي يلقى شي بنت بحال جات اللي كانت عايشه قبل نهايه العالم، كتعطيهم يخدموا في واحد البلاصه اللي تابعه ليها هي، وهاد البلاصه هذه كاع ما فيها لي زومبي. جات قالت له بلي هاد الشركه هذه راني كنعرفها مزيان وراهم غير كيضحكوا عليك، ولكن هاد خونا ما غاديش يتسوق الهضره ديالها. فهاد اللحظه هادي غادي يبانو واحد الطيارات وغادي يكونوا فيهم شي مسؤولين من داك الشركه جاو باش يدوا البنت اللي سميتها جات. الطيارات غادي ينزلوا وغادي ينزلوا منهم شي جنود اللي كانوا مسلحين، والرئيس ديالهم غادي يمشي عند صاحبنا اللي كان مع البنت جات في البلاصه غادي يطردق له راسه. وهنا غادي يتسالى الجزء الاول من الموسم الاول ديال السيري ديالنا، تسناو ان شاء الله الجزء الثاني والثالث، ولا كان شي تفاعل راه غادي نديروا الموسم الثاني حتى هو. راه ملي كنطلبوا معاكم تفاعلوا معنا ماشي شي حاجه كبيره، غير داك لايك اصاحبي قدامك برك فيها وصافي هذا ما كان، لحقاش راه كاينين شي وحدين كيتفرجوا الفيلم وكيعجبهم والله ما يبرك لك على لايك علاش ما نعرفت. المهم بلا ما نطول عليكم تسناو الجزء الثاني ان شاء الله قريب تهلاو، السلام عليكم.